الرحمن الرحيم ألف لام ميم محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله كذبنا للذين كفروا ستغلبون وتجرون إلى جهنم وبئس المهاد أكان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم بذنب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنام والعبد ذلك حتى حياة الدنيا أنا وزرنا ربكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب أنميين أعلمت الخير صبور وعدل النوم يتولى فإنما عليك البلاء والله بصير بالله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس فبشرهم بعذاب مسنا النار إلا أياما معدودات وأنهم في الدين ما كانوا يمتنون فكيف إذا جمعناهم يوم القيامة نخبرهم بأن
الحسنات ما كسر ما يلما. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. وتخرج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت حي فتحت ومن تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله لتنظركم جمال. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم الله رسول رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني وليتها لك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصولا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة. أبشرك بكلمة من الله المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ومن الصالحين. قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشرا. Oh,
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الدين كآية الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا فهم الذين كفروا بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا من أهل الكتاب
الكتاب آمنوا بالذي ينزل على الذين حمروا لنا يغفرون بالله لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بغندار يؤدي إليك ومنهم من أنت أمره بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنه مال ليس علينا أمين ويقول على الله كلمة يعلم من أوفى بعدي سنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَقُولُونَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ بَلَىٰ أَقْرَرْتُمْ أَرَادْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِثْمًا إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولا نظلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي آخرتنا حاسدين ومن كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن أن عليهم عهد الله والملائكة والناس أجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يغفرون إن الذين تابوا من بعد ذلك أهلكوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا ثم توبتهم أولئك هم يقبل من أحد من الأرض لا وقال من تلاحي أولئك أمدا وليل وما لهم من ناصر تنالوا البر حتى تنفضوا